بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وتغطية خاصة ومميزة على قناة النادي الأهلي والقمة 120 بين الأهلي والزمالك. قمة الإثارة، قمة المتعة، وتظل القمة بين الأهلي والزمالك تحظى بشعبية كبيرة في مصر وفي الوطن العربي. لما بنتكلم عن دربيات العالم كلها، الدوري الإنجليزي، الدوري الأسباني، الدوري الإيطالي، أقوى دربيات العالم، ولكن يظل الأهلي والزمالك دربي خاص زي ما بقول لحضراتكم بينتظروا الجميع. دايما مباراة الأهلي والزمالك بتتكتب في التاريخ، دايما بيتذكرها الجميع بالإثارة، بالأهداف، بالمتعة. كل الدعوات إن شاء الله لفريق النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني النهاردة بالتوفيق، يقدروا يعملوا مباراة كبيرة يمتعوا بيها جمهور النادي الأهلي وجمهور مصر، كمان يكون المكسب إن شاء الله حلفنا. فقرتنا النهاردة عن الأهلي ملك القمة. دايما الأهلي ملك الأرقام وملك الإحصائيات عبر انطلاق بطولة الدوري سنة 48، يظل النادي الأهلي هو ملك القمة. ملك القمة مش بالكلام ولكن بالأرقام والإنجازات. لما نستعرض مع بعض أو أقول لحضراتكم النهاردة منذ انطلاق بطولة الدوري سنة 48، النادي الأهلي والزمالك اتقابلوا 119 مباراة. النادي الأهلي كان ليه الفوز الأكبر في عدد الفوز، النادي الأهلي فاز في 45 مباراة، والتعادل كان في 48 مباراة، وفاز الزمالك في 8 وفاز الزمالك في 26 مباراة. إذا النادي الأهلي ليه النصيب الأكبر في الأرقام القياسية منذ أن تقابل الفريقين في 119 مباراة. أيضا في عدد الأهداف، النادي الأهلي هز شباك الزمالك في 148 مباراة، والزمالك سجل 100 هدف، 148 هدف. النادي الأهلي هز شباك الزمالك 148 مرة، 148 هدف، والزمالك سجل 100 هدف. إذن النهاردة وإحنا بنتكلم عن فقرة الأهلي ملك القمة، فالنهاردة بالأرقام وبالأهداف. النهاردة المباراة ستقام الساعة 9 على ملعب استاد القاهرة. استاد القاهرة أيضا كان وش الساعد على النادي الأهلي برضو، وإحنا بنتكلم عن الأرقام والإحصائيات. 72 قمة اتلعبت بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة، انتهت 32 بالتعادل مقابل 24 فوز للنادي الأهلي و16 انتصار للزمالك. إذن برضو في ملعب المباراة النهاردة اللي بنتمنى إن شاء الله يكون وش السعد على النادي الأهلي في مباراة مهمة للنادي الأهلي، وهقول لحضراتكم دلوقتي أهمية المباراة إيه. النادي الأهلي فاز فيه 24 مرة. أيضا لما بنتكلم عن آخر 10 لقاءات للنادي الأهلي، آخر 10 لقاءات بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، النادي الأهلي فاز في 7 مباريات، كان التعادل مرتين، وكان الفوز مرة واحدة من نصيب نادي الزمالك. فإذا النهاردة وإحنا بنتكلم عن الأهلي ملك القمة، كل الأرقام والإحصائيات بتقول إن النادي الأهلي هو ملك القمة، ولكن يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى النهاردة، توفيق اللعيبة. مهم جدا إن اللعيبة تكون في حالتها النهاردة، بغض النظر اللعيبة أو النادي الأهلي متصدر جدول المسابقة، ولكن يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، توفيق المدير الفني إنه يحط تشكيلة النهاردة مناسبة يقدر يبتدي بها المباراة، وأيضا توفيق اللعيبة النهاردة ده مهم جدا. برضو وإحنا بنتكلم عن إحصائيات مهمة جدا قبل لقاء اليوم، النادي الأهلي في بطولة الدوري السنة دي ما شاء الله ماشي بخطة ثابتة وخطة مميزة، وبيحط أرقام يعني أرقام قياسية. النادي الأهلي لعب 20 مباراة، فاز في 18 مباراة، وتعادل في ماتشين أمام سموحة وأمام الإنتاج الحربي. النادي الأهلي أقوى خط هجوم ب 52 هدف، واستقبلت شباكه 5 أهداف. إذا النادي الأهلي النهاردة أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع. قائمة هداف النادي الأهلي وليد سليمان برصيد 7 أهداف، حسين الشحات 5 أهداف، وجونيور أجاييه 5 أهداف. الزمالك بيحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، فاز في 11، تعادل في 6 مباريات، سجل 25 هدف، استقبلت شباكه 14 هدف. كل الشواهد بتقول النادي الأهلي هو الأفضل، هو اللي ماشي بخطة ثابتة من بداية المشوار، ولكن زي ما بقول لحضراتكم مباراة الأهلي والزمالك دايما بيحكمها أو دايما بيحسمها التفاصيل الصغيرة، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا توفيق اللعيبة. عايز أكلم حضراتكم في نقطة مهمة،
عن التحكيم في مباراة اليوم، الحكم الكرواتي إيفان بيبك. إيفان بيبك هو حكم كرواتي 43 سنة، كان أدار قبل كده مباراة للأهلي والزمالك في سنة 2007 فاز فيها النادي الأهلي 1-0، وحكم أيضا مباراة في الدوري السنة اللي فاتت أمام الأهلي وبيراميدز وكان فيها علامات استفهام كتير. النهاردة أنا بقول الكلام ده عشان هقول لكم دلوقتي الجديد بالنسبة للحكم الكرواتي إيفان بيبك. الحكم دخل قائمة الدولية وهو 26 سنة وبدأ التحكيم 23 سنة. هو مش من حكام النخبة في أوروبا، كنت أتمنى من لجنة التحكيم في اتحاد الكرة أو في اللجنة الخماسية. النهاردة عندنا حكام نخبة سواء في الدوري الإيطالي أو في الدوري الأسباني أو الدوري الإنجليزي. كنت أتمنى يتم مخاطبة هذه الاتحادات علشان نجيب حكام درجة أولى، خاصة إن الدوريات الكبرى في أوروبا متوقفة وأيضا الدوري الألماني، فكن من الممكن إن احنا نجيب حكم نخبة. الجديد بقى اللي هتسمعوه مننا، وأتمنى النهاردة يعني فريق الإعداد يتواصل مع حد من اللجنة الخماسية واتحاد الكرة ويقول لنا الكلام اللي احنا بنقوله ده صح ولا غلط. الحكم الكرواتي المرافق ليه من اتحاد الكرة هو شغال في العلاقات العامة في اتحاد الكرة، الحاج شعبان بسطاوي. الحاج شعبان بسطاوي أنا على المستوى الشخصي أعرفه، شخصيات المحترمة جدا. طيب إيه المشكلة؟ الحاج شعبان بسطاوي ابنه الأستاذ أحمد شعبان أو الكابتن أحمد شعبان هو المترجم الخاص لكارتيرون المدير الفني نادي الزمالك. هل النهاردة اللجنة الخماسية وهي بتعين مرافق للحكام ما خدتش بالها من النقطة دي؟ لازم الأمور تبقى واضحة، لازم الأمور تبقى واضحة علشان ما يبقاش فيه لغط وعلشان ما يبقاش فيه كلام وعشان نبعد عن القال والقيل. كان من الأولى تعيين مراقب للحكام غير الحاج شعبان بسطاوي والد الكابتن أحمد شعبان المترجم الخاص لكارتيرون. خلي بالكم من النقطة دي، وأتمنى فريق الإعداد أستاذ محمود شوقي تشوف لنا حد من اللجنة الخماسية واتحاد الكرة يعقب لنا على الكلام ده، يقول لنا إذا كنا إحنا صح ولا غلط في النقطة دي. طيب ماشي، نروح لمريم سميح من مقر النادي الأهلي بالجزيرة ونشوف آخر استعدادات مقر النادي الأهلي بالجزيرة لاستقبال أعضائه لمتابعة القمة 120 بين الأهلي والزمالك. اتفضلي يا مريم. برحب بيك طبعا كابتن أسامة وبجدد التحية لكل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. لسه مستمرين معاكم من داخل المقر الرئيسي مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا يعني مع تواجدنا هنا ساعة بعد ساعة بيزيد تواجد الأعضاء. احنا متواجدين منذ 8 صباحا، يمكن كان طبعا الكثافات يمكن ما كانتش زي دلوقتي. بدأ زيادة توافد الأعضاء بشكل كبير جدا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. طبعاً الأعضاء متحمسين جداً إن هم يعني يشاهدوا مباراة القمة 120 ما بين الأهلي والزمالك، طبعاً بعد توقف دام يعني عدة أشهر، يمكن 5 أشهر تحديداً. في تشوق كبير جداً يا كابتن من جميع الرواد، ويمكن إحنا اتكلمنا معاهم كتير في جزئية التوقعات. طبعاً كان في توقعات كتير كلها أو أغلبها يعني بيتجه إلى انتصار النادي الأهلي العظيم، طبعا يمكن ب2-0 2-1 يمكن كانت كل التوقعات يعني في المنطقة دي بالذات. غادر كمان أو غادرت الحافلة الخاصة بالفريق منذ يعني يمكن ربع ساعة متجهة إلى استاد القاهرة. يمكن دي كانت أبرز الأجواء حاليا. وطبعا مستمرين معاكم على مدار اليوم، هيكون معانا كمان لقاءات مع الجماهير لأن طبعا في تواجد بيزيد لحظة بلحظة أمام الشاشة العملاقة اللي إن شاء الله هيتم عليها عرض المباراة في تمام الساعة 9 مساء. يمكن برضو المدير التنفيذي ومدير المقر بالنادي ومدير الأمن ليهم تواجد كبير جدا، لأن هم طبعا بيتمموا على فكرة وجود تباعد بين الأعضاء وبين المقاعد كمان بشكل كبير جدا. وطبعا الأعضاء بيساعدوهم في الموضوع ده. يمكن لسه كمان في شاشات عرض هيتم برضو تواجدها أو
تشغيلها خلال الساعات المقبلة هيكون أغلبها يعني مش في مناطق منغلقة أو في صالونات، كلها هتكون برة برضو تجنبا لأي إصابات أو تجنبا لأي ازدحام داخل أي مكان مغلق. يمكن كانت دي أبرز الأجواء اللي موجودة، مستمرين معاكم لحظة بلحظة على شاشة قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون الانتصار هو حلفنا. عودة إليكم مرة أخرى للاستوديو. إن شاء الله. شكرا زميلتنا مريم سميح، ويعني حطيتنا في الأجواء في النادي الأهلي في الجزيرة، وأكيد العميد محمد مرجاني المدير التنفيذي للنادي الأهلي في إجراءات احترازية كبيرة، خاصة النهاردة يعني كل فروع النادي الأهلي، النادي الأهلي الجزيرة، النادي الأهلي في مدينة نصر، النادي الأهلي أيضا في الشيخ زايد، هيتواجد عدد كبير من الأعضاء، فأكيد هيكون في إجراءات احترازية كبيرة لكل الأعضاء، وبنطمنهم إن شاء الله يعني يكون يوم جميل على كل جماهير النادي الأهلي وأيضا أعضاء النادي الأهلي. كنت عايز أتكلم برضو في نقطة مهمة، يعني قبل لقاء القمة، وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي داخل المباراة بمعنويات كبيرة ما شاء الله. ريني فايلر بيحقق انتصارات كبيرة في هذا الدوري، 20 مباراة 18 انتصار وتعادل في ماتشين، ولكن يعني النادي الأهلي برضو عنده إصابات كبيرة، يعني عندنا النهاردة حسين الشحات أحد العناصر المهمة جدا مش موجود النهاردة في قائمة المباراة، طبعا استبعاد كهربا الإيقاف، أيضا كمان محمود متولي اللي بنتمنى له إن شاء الله يعني يرجع بسرعة والشفاء العاجل بأمر الله بعد العملية اللي أجراها. عندنا إصابات برضو يعني منذ فترة، سعد سمير، كريم نيدفيد، محمد محمود، فأكيد النادي الأهلي النهاردة بيدخل وعنده غيابات مهمة جدا، ولكن يبقى النادي الأهلي بمن حضر. مرينا بظروف كتيرة في مباريات مهمة، ولكن دايما شخصية النادي الأهلي وشخصية اللعيبة بتظهر في المباريات المهمة، فده أتمنى إن شاء الله النهاردة شخصية النادي الأهلي وشخصية اللعيبة تكون موجودة في المباريات المهمة. يعني ده كل التغطية بتاعتنا النهاردة في فقرة الأهلي ملك القمة، وإن شاء الله يظل النادي الأهلي ملك القمة بالانتصارات المتتالية. نروح لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل ضيفي نجم النادي الأهلي وحديث كثير عن الفنيات كابتن هشام حنفي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي يعني واحد من نجوم النادي الاهلي اللي لعبوا كتير في مباريات القمه ما بين الاهلي والزمالك، وكمان يعني ما شاء الله عليه كان دايما بيتالق في هذه المباريات، يعني كابتن هشام حنفي. منورنا كابتن هشام. منور كابتن اسامه، وتحياتي ليك، ومبروك طبعا الحاجه الكبيره والحاجه الغاليه علينا قناه النادي الاهلي في الشكل الجديد، وحاجه بنفخر بيها طبعا، وكل الناس بتفخر بقناه الاهلي. فأكيد مبسوط إن أنا معاك النهاردة في يوم كبير ويوم صعب، يوم حلو إن شاء الله على النادي الأهلي. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأهلاوية. قبل ما أبتدي معاك الحوار والحديث عن القمة 120 ما بين الأهلي والزمالك، نروح لزميلنا مينا ماهر من أهل مدينة نصر، وآخر الأجواء يعني والاستعدادات فرع مدينة نصر لاستقبال أعضائه لمشاهدة مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك. تفضل يا مينا. مساء الخير كابتن أسامة، ومساء الخير كابتن هشام، ومساء الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. إن شاء الله يوم ينتهي بفوز النادي الأهلي وفرحة لينا جميعا ولكل مشاهدينا إن شاء الله. آخر الاستعدادات عندك في أهلي مدينة نصر، يعني الاستقبال لأعضاء النهاردة مين؟ يمكن الاجواء دلوقتي اختلفت يعني عن الصبح، الاعضاء بداوا يتوافدوا يعني بشكل كبير جدا على مقر النادي، يمكن الساعات المبكره من الصباح كان الجو حار شويه، دلوقتي الجو بدا يهدى حبتين، يمكن خلاص الاعضاء دلوقتي كل واحد بدا ياخد مكانه مستعد. يمكن النادي موفر هنا شاشتين عرض كبار، شاشه عند الكافيهات وشاشه ثانيه عند المبنى الاجتماعي، يمكن الامن النادي موفر كل الخدمات دي مع طبعا تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازيه الكامله، ده طبعا لحمايه الاعضاء. وايضا انا اتكلمت مع العميد احمد رئيس نادي هنا رئيس فرع مدينه نصر، كلمت معاه واكد لي على ان الامن بيشدد على ارتداء الكمامات وبيشدد ايضا على تنفيذ الاجراءات الاحترازيه، ما فيش استهوان. الاعضاء يعني في النادي متحمسين متفائلين، جميع التوقعات يعني بتشير لفوز النادي الاهلي، يمكن لما سالتهم عن توقعاتهم النتيجه الابرز كانت 3-0 للنادي الاهلي. حابب كمان اوضح ان يعني الامن النادي وفر كمان في حمامات مجمع حمامات السباحه
الساحه شاشه عرض ثالثه عشان طبعا يوفر اماكن يعني اماكن متسعه للاعضاء ان هم يتفرجوا على الماتش ويكون في تباعد او سيلف ديستنس ما بين الاعضاء. شكرا لزميلنا مينا ماهر، ويعني حطينا في اخر الاجواء في اهل مدينه نصر، ومتوقع ان شاء الله هيكون في اعداد كبيره النهارده، فمهمه جدا الاجراءات الاحترازيه. وعايز اوضح برضو زميلتنا مريم سميح لما كانت في الجزيره بتقول يعني اتوبيس او حافله الفريق تحركت، فعلا دي يعني الحافله اللي شايله المعدات بتاع الفريق واللبس المباراه دايما بتتحرك يوم المباراه، اما الفريق اكيد فهو في المعسكر من امبارح بيتحركوا من فندق الاقامه. كابتن هشام توقعاتك النهارده كده؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله نكسب باذن الله، ويبقى يوم حلو على النادي الاهلي وعلى كل جماهير النادي الاهلي اللي هي دايما بتبقى مباراه كبيره، مباراه قمه، بتبقى مستنيه المباراه دي تحديدا، يعني بغض النظر على بطوله الدوري. دي مباراه لوحدها بحسابات ثانيه، بحسابات مختلفه، بنجوم ثانيه، اعتقد ان يعني مستنيينها بشكل كبير، لان احنا اتخطفنا في السوبر كده من فتره كبيره. لكن احنا كنا الاحسن في المباراه، وكنا الاكثر وصولا للمرمى واكثر يعني ضياعا للفرص. لكن عالم كره القدم كابتن اسامه علمتنا ان هي كره كده. تمام. لكن ان شاء الله باذن الله يبقى اليوم احمر زي ما متعودنا، ويبقى حاجه جميله باذن الله لينا يعني ان شاء الله. عايز ارجعك ورا كام سنه بقى، يعني نستعيد الذكريات مع مباراه القمه، خاصه انت كمان يعني ما شاء الله لعبت مباراه اهلي وزمالك كتير. الحمد لله. يعني الاجواء وقتها طقوس كابتن هشام حنفي في مباراه القمه. بص، هي ما اتغيرتش، لان هي بقى فيها دايما تفاؤل كابتن اسامه، واعتقد انت مريت بالظروف دي كمان اكتر مني واكيد عندك كواليس في ماتش 4-3 يعني نزلت جبت جونين. يعني مش عايز اقول لك المعسكر كان مقلوب ازاي، انا كنت بلعب في نادي الاتحاد السكندري وكان الفرقه كنا قاعدين ساعتها في الاسماعيليه في كومباوند كده عاملين معسكر، وكان فريق الاتحاد يعني منقسمه الى اثنين، جزء اهلي وجزء زمالك، ولا تتخيل الماتش كان عامل ازاي، من احلى القمم اللي اتعملت. ونزولك واحراز هدفين ده غير الماتش، غير التكتيك، وده فكر مدرب. انت يبقى بيدفع بالاوراق اللي تقدر تكسبه، لان انت كنت متاخر، فانك تنزل وتتعادل وبعد كده تكسب، دي رؤيه مدير فني طبعا عبقري زي جوزيه. طب اكتر مباراه اهلي والزمالك انت فاكرها، انت كنت موجود فيها؟ طبعا 2-0، لان فيها حكايات كتير، يعني 2-0 وانسحاب نادي الزمالك وفي اخر 5 دقائق، والمباراه باظت بشكل يعني مبالغ فيه، رغم ان المباراه كانت من يعني وان سايد جيم للاهلي. دي حقيقه. مع ان الزمالك كان فريق الاحلام، خلي بالك يعني فريق الاحلام في الوقت ده، يعني انت بتتكلم على لعيبه حدث ولا حرج بجد، واحنا كنا بعيد عن المنافسه، لكن الماتش ده كان ليه حسابات ثانيه، وهولمان برضو تعامل معاه بشكل كبير جدا. وانك تعمل جون في التوقيت ده بالشكل ده كان صعب، لان كان فاضل لسه ربع ساعه على المباراه وتخلص، والزمالك بدا يعني مغلوب 1-0، فلان الجون جه في الشوط الثاني، وانك انت تجيب الجون الثاني في الشوط الثاني في اخر ربع ساعه، فكان الجيم بقى مفتوح قوي. كره صعبه، خلي بالك مش هزار، كره صعبه جدا جدا جدا، لدرجه ان كابتن ميمي الشربيني وهو بيعلق قال لك ده وليد صلاح الدين، لان هو متعود ان وليد اللي بيعمل السروهات دي، متعود ان هو رضا عبد العالي يعمل حاجه زي دي، لكن مش متوقعها من هشام حنفي، رغم ان انا كان عندي في الفكر ده اكتر من كده كتير، بس انا توظيفي في الملعب كان مختلف. فلما جالي الكره في الوقت ده وشفت حسام حسن لمحته، يعني لمح حسام حسن، هتفطروا من لمسه واحده، صعبه جدا والله. صعبه جدا جدا جدا، يعني التفكير والقرار وانك توصلها بالشكل ده، اعتقد انها كانت صعبه جدا يجيب بيها جون بانفراد في نادر السيد ويجيب الجون الثاني. لا، من اصعب الماتشات اللي انا شفتها، ومن اصعب الباصات اللي انا لعبتها ومررتها لحسام حسن. يعني قبل ما نتكلم عن باستفاضه عن الفنيات بقى في مباراه اليوم القمه 120 بين الاهلي والزمالك، الفتره اللي فاتت في كلام كتير، في حرب شائعات، رحيل بعض اللاعبين، رحيل مش عارف المدير الفني، كلام كتير عن النادي الاهلي، شايفه ازاي؟ خاصه انت النهارده مقبله كمان على مباراه مهمه، كل ما يكون النادي الاهلي عنده خطوه مهمه او مباراه حاسمه او مباراه مهمه بتلاقي الكلام الكتير او حرب الشائعات اللي بتطلع دي. بص، هو دايما زي ما انت قلت، في اي يعني مواقف صعبه او مباراه او بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي، دايما بيكتر حواليها الشائعات واللغط والكلام الكتير، ويحاول يوقع لك. ما دي سياسه، خلي بالك، هي بالنسبه لك سياسه في الكوره او في الرياضه، ان انا ازاي ان انا النهارده اشتت المنافس. طول عمر النادي الاهلي عمره ما بيتشتت، يعني مهما بيتكتب في الجرايد، مهما بيتكتب في المواقع، مهما كان بيتكتب او بيقول في الاعلام،
النادي الاهلي بيبقى دايما مركز في حاجه معينه ما بيلتفتش ورا الشائعات او الكلام اللي هو مش مفيد. بالعكس انا النهارده لو انت النهارده بتنتقد مباراه او بتنتقد لعيبه في مستواها الفني، لان طبعا القيمه الكبيره كانت اللي بتتكلم في الوقت اللي انا كنت بلعب فيه كان حسن مستكاوي الراجل استاذنا يعني الكبير جدا جدا، واستاذ ابراهيم منيسي يعني دي الاقلام الكبيره، ويعني والاستاذ ايمن بدره دول كان الاقلام كبيره جدا بتتكلم في الكوره فنيات. اه النادي الاهلي بعيد شويه عن مستوى، بعيد شويه عن عنده غيابات، يعني انتقاد مفيد للنادي الاهلي او مفيد لاي فرقه. لكن النهارده لا، انت بتخبط بقى، انت النهارده بتقعد تخبط تقول اه اسامه اصل عمل مشكله مع هشام فانت تقول ايه ده هشام هو اسامه انت عملت معايا مشكله، لا فتلاقي واحد تاني، تلاقي المدير الفني بيتكلموا عليه، بتلاقي يعني ارقام بتتراوح بشكل كبير جدا جدا ومبالغ فيها جدا، ان انت بتحاول انك تمشي الناس من عندك بارقام كبيره جدا هو ما بيحصلش. الحمد لله الدنيا مستقره في النادي الاهلي، لازم نطمن جماهيرنا ونطمن الناس، مش معنى ان حد مشي ان الفرقه كلها، بالعكس يعني. تمام، النادي الاهلي داخل مباراه النهارده وهو بيحقق ارقام قياسيه ما شاء الله. النادي الاهلي متصدر جدول المسابقه برصيد 56 نقطه من 20 مباراه. شايف فرق النقاط ما بين الاهلي والزمالك يعني قبل المباراه ازاي؟ لا فرق كبير جدا، ما زي ما قلنا في الدوري النادي الاهلي الاول وحاسم الموضوع بشكل كبير جدا، وفرق بشكل كبير وشكله في الملعب يعني من احسن المواسم للنادي الاهلي في الملعب هو السنه دي حقيقي. يعني اول حاجه كمان الراجل كمان بيغير كتير بسبب في غيابات عندك كتير فدي كمان مديه اريحيه ان اللعيبه كلها بتلعب دلوقتي مش انت مش ثابت على ناس معينه في قوام اساسي، لكن في ناس تانيه بتتغير متغيرات كتير. لكن الفرق ده يعني ده اتكلمنا عليه بشكل كبير، ان انت النهارده داخل مطمن عندك ثقه، لكن مباراه الزمالك مباراه كبيره ملهاش دايما توقعات. اللي فارق كمان او المش معتاد يا كابتن اسامه ان انت بقالك فتره غايبه بسبب كورونا انت والاهلي والزمالك والاسماعيلي، يعني كل الفرق غايبه فيمكن الموضوع ما فيش ثبات، يعني ما فيش ثبات في الاداء متفوق بعض لسه اللعيبه طبعا، بدليل ان انت النهارده هنلعب مش هنلعب، الدوري واقف لا مش واقف، اللعيبه بتتمرن لوحدها من خلال متابعه فنيه، ولكن في النهايه عندك اصابات. محمود المتولي اتعور لان لو واقف على رجله صح اضافه مهمه للفريق طبعا طبعا من اللعيبه المهمه جدا كهربا جدا طبعا كهربا برده توقف حسين الشحات يعني من العناصر المهمه كل الحاجات دي عندك اثرت بشكل كبير يعني خلي بالك عليك يعني طيب كابتن هشام وانت يعني احد اللاعبين المميزين في خط الوسط، تتفق معايا ان دايما منطقه وسط الملعب مهمه جدا في مباراه الاهلي والزمالك؟ طبعا اللي بيمتلكها بيمتلك المباراه دي حقيقه يعني وحصلت معانا كتير في اوقات كتير يعني. طيب تعالى معانا نشوف تقرير عن قمه وسط الملعب ونرجع نستكمل الحوار مع ضيف الكابتن هشام حنفي. قمة وسط الملعب. نجوم وسط الملعب كلمة سر ديربي الأهلي والزمالك، ما بين الطموح في الاقتراب خطوة جديدة لحسم لقب الدوري لصالح الأهلي وأمل الفوز في الديربي الخاص. تترقب الجماهير المصرية والعربية والإفريقية قمة الأهلي والزمالك مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن المرحلة 21 من منافسات مسابقة الدوري، قمة من نوع خاص هي الأولى بعد السيطرة النسبية على فيروس كورونا العين وعودة الحياة للملاعب الخضراء. ديربي القاهرة الشهير صاحب النسبة الأكبر والأعلى في المشاهدة والاهتمام، قمة اليوم تتنوع فيها الطموحات والأحلام وتقف أمامها أمور كثيرة من بينها التأثر بفترة التوقف الطويلة التي ظهرت على مستويات كافة الفرق. مباريات القمة دائما ما تظهر بوضوح الدور القوي للاعب الوسط، فهو أحد العناصر التي تعتمد عليها الأجهزة الفنية طوال العقود الماضية. نجوم كبار ظهروا وتألقوا في تلك المباريات، ونجوم لن تنساهم الجماهير وسطرت اسمهم كتب التاريخ. فرسان الوسط ورجال منطقة الدائرة هم أصحاب النصيب الأكبر من خطط المدربين سواء الدفاعية أو الهجومية.
هناك الكثير منهم الذي لعب دورا مؤثرا في تحويل نتائج ديربي الأهلي والزمالك، من بينهم علاء ميهوب ومجدي عبد الغني ومحمد شوقي وأبو تريكا. هتعمل ايه؟ يا سلام يا أبو تريكا. وأحمد حسن وهشام حنفي وحسام غالي وإسماعيل يوسف وتامر عبد الحميد وحازم إمام وغيرهم. واليوم تترقب الجماهير والملايين من عشاق الفارس الأحمر وقلعة ميت عقبة ماذا يفعل طارق حامد وفرجاني ساسي في مواجهة الدبابة المالية أليو ديانج والمعلم عمرو السلية وصاحب الحلول حمدي فتحي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا، التغطية مستمرة على قناة النادي الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن هشام، قلت لي ان خط الوسط من الخطوط المهمه جدا خاصه في مباراه القمه. عايز اكلمك عن المواجهات النهارده الثنائيه ديانج نادي الاهلي، السوليه حمدي فتحي قفشه، بيقابلوا في الزمالك طارق حامد ساسي اوباما. شايف مواجهه وسط الملعب ازاي النهارده؟ كان لك احمد فتحي ممكن يلعب في وسط الملعب. ممكن النهارده، يعني حاسس كده ان هو عشان يمتلك وسط الملعب دفاعيا ممكن يلعب بثلاثه، ديانج وسوليا وفتحي. ممكن حمدي فتحي موجود برضه، يعني راجع ولعب المباراه اللي فاتت 80 دقيقه. فتحي اجهز. فتحي في الماتشات الكبيره بيبقى انت عارف ليه تواجد بشكل كبير بشكل قوي، والراجل فاكر الماتش بتاع السوبر. يعني عشان كده هو ممكن يبقى فتحي موجود النهارده. مش هنختلف كتير لان هم كلهم لعيبه مهمه جدا في وسط الملعب، وزي ما انت قلت هي مواجهه صعبه لان انت عندك يعني عندك ديانج ما بيقابله بالظبط زيه نفس المستوى طارق حامد. يعني عندك ساسي بيقابله يا قفشه يا السوليه. يعني الاثنين عندهم كوره، بنعتبره من خط الوسط المهاجم. عشان مهاجم وليه برضه دور دفاعي بيرجع يعني، بس مش زي ساسي قوي. يعني هو ساسي اهم حاجه عنده ان هو يستلم الكوره. ساسي هو اكتر محور بالنسبه لفريق نادي الزمالك الهجومي. الشكل الدفاعي لنادي الزمالك هو طارق حامد. ده اللي بيعتمد عليه بشكل قوي جدا جدا جدا، ده اللي ثابت ما بيهاجمش نادي الزمالك. فده بيفرق معاهم بشكل كبير جدا. فعشان كده المواجهه بتبقى دايما في وسط الملعب، اللي بيمسكها اكتر واللي بيمتلكها وان هو يقدر يستحوذ على وسط الملعب بيبقى عنده حلول كتير. فلما يبقى عندك ثلاثه مميزين النهارده، لو هو بدا الله اعلم ما حدش عارف، لكن لو بدا بسولية وفتحي وديانج اعتقد ان وقدامهم قفشه. اعتقد كده كمان انت عندك، لان الراجل دايما عودنا من ساعه ما جه كابتن اسامه هو بيلعب بشكل هجومي. بيلعب بشكل هجومي على طول. يعني ممكن يبقى عندي، انت مثلا هتقول كده ان هو طريقه دفاعيه. لا، خلي بالك انت لو فتحي ديانج سوليه قدامه قفشه جايه في وليد سليمان، وليد مروان، في مروان، يعني في بادجي، ممكن بادجي النهارده يبقى هو اللي هيبدا. وارد. عايز يديله مساحه اكتر النهارده ان هو يدخل ويخبط ويبقى ليه شكل النهارده بشكل كبير. فاعتقد ده بيديلك زمام ان انت تقدر الناحيه الهجوميه يبقى عندك بشكل كبير جدا جدا جدا. الزمالك الناحيه الدفاعيه ممكن تبقى اكتر شويه عنده غالبا النهارده، اكتر شويه تحفظ في البدايه. هيبقى عنده تحفظ، مش عايز يهاجم، مش عايز يخاطر، لان هو عارف ان النادي الاهلي، خلي بالك النادي على مدار ال 90 دقيقه بيقدر يوصل وبيهدد ويكسب في اي وقت. عكس الزمالك، عكس الزمالك، الزمالك دايما بيبقى متحفظ لغايه لما يحس ان اللي قدامه مش بيهاجم، وده ما اعتقدش النهارده النادي الاهلي دايما عايز. خلي بالك المواجهه النهارده برده مختلفه، النهارده انت بتلعب في بطوله دوري غير بطوله السوبر، يعني كان كارترون امام فايلر كانت مباراه سوبر لازم يطلع فيها لازم يطلع فايز، فانت النهارده بطوله مختلفه. قبل ما اكلمك يعني عن رؤيه فايلر بقى ممكن يبتدي المباراه بشكل ازاي، معايا تليفون مهم من واحد من نجوم النادي الاهلي اللي لعبوا مباريات كتير قمه بين الاهلي والزمالك، يعني وكابتن من كباتن النادي الاهلي الكابتن وائل جمعه. تحياتي ليك يا كابتن وائل، تحيات ضيفي الكابتن هشام حنفي. مساء الخير يا اسامه، اهلا بيك واهلا بكابتن هشام ومنورين قناه الاهلي طبعا. يا كابتن وائل وحشنا والله،
ومفتقدينك في كل حاجة يا وائل بصراحة، يعني روحك وكلامك اللي انت حتى خارج البلد كمان بتتكلم عن النادي الأهلي، هو ده فعلا بجد نموذج كبير للعب سنوات عديدة وحصل على بطولات كبيرة طبعا زي واحد زيك كابتن وائل طبعا، ووحشنا كتير يعني. حبيبي يا كابتن هشام والله، وانتوا كمان وحشيني جدا، وكلامي ده كلام محب قبل ما اكون لاعب وكابتن في الاهلي وقبل اي حاجه تانية. انا بحب النادي الاهلي، والنادي الاهلي بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا يا هشام. هو اللي عملنا، وهو اللي عمل اسمائنا كلنا، وهو السبب في كل حاجه حلوه احنا الحمد لله فيها يعني. فالواحد والله لما بتكلم من المنطق ده ومن المنطلق ده ومن ان انت بتحفظ جميل المكان اللي عمل اسمك وعمل تاريخك وعمل كل حاجه حلوه انت موجود فيها يعني. كابتن وائل جمعه يعني من زيه زي نجوم كتير لعبوا في النادي الاهلي ما خرجوش من قطاع الناشئين، ولكن يعني كسر قاعده ابن النادي، ابن النادي المحب للنادي الملتزم بمبادئ النادي وقواعد النادي. كابتن وائل النهارده القمه 120 بين الاهلي والزمالك، النادي الاهلي متصدر جدول المسابقه بفارق كبير من النقاط عن نادي الزمالك، شاف القمه 120 ازاي؟ والله دايما يا اسامه وابدا يعني مباراه الزمالك ملهاش علاقه ولا ليها حسابات بالجدول وترتيب الجدول والامور دي. مباراه ديربي بتتلعب عشان خاطر جمهورك. تمام. المعنى ده يعني انا اتمنى ان اللعيبه اللي موجوده حاليا في النادي الاهلي تكون واصل لها، لان هي اللعيبه دي بصراحه معذوره في حته ان هي ما شافتش جمهور. بقالنا 7-8 سنين يا اسامه بدون جمهور. أيوة. مفيش ضغط الجماهير، مش عايز اقول ما يعرفوش جمهور الاهلي يعني وقيمه المباراه بالنسبه له، لان الجمهور ما بيحضرش، انما المباراه دي ليها قيمه كبيره جدا عند جمهورنا وعند اللي بيحب النادي الاهلي وعند الغيور على النادي الاهلي، يحب يشوف النادي الاهلي دايما منتصر على المنافس بتاعه. فدي دي دي نقطه يعني انا اتمنى ان اللعيبه تكون حاسه بيها. انا بالنسبه لي المباراه النهارده اسامه مباراه مهمه للي جاي، مش لبطوله الدوري. تمام. الدوري محتومه خلاص والامور خلصانه وحساباتها منتهيه يعني. مظبوط. انما للي جاي ده اللي هو ايه؟ اللي هو عندك افريقيا، الزمالك معاك في بطوله افريقيا يا اسامه. تمام. عندك في السيمي فاينل موجود معاك في البطوله، فممكن تلعبه في الفاينل ان شاء الله. فتستمر في حاله التفوق النفسي والمعنوي على نادي الزمالك. ودي نقطه مهمه جدا جدا للعيبه يا اسامه. احنا 10 مباريات الاخيره النادي الاهلي كسبان 7 ومتعادل 2 وخسران 1 يا اسامه. ارقام قياسيه. حجم التفوق اللي انت بتحصله، ودي نقطه اعتقد ان هي ان شاء الله يعني اتمنى ان هي تاثر النهارده في بدايه المباراه، ان النادي الاهلي يستغل دي ويركب من البدايه ويسجل من البدايه. وده بتيجي اهميه المباراه النهارده في كده، انما المباراه يعني مباراه قمه عاديه ومنافسه بين الاهلي والزمالك ملهاش علاقه بحسابات الدوري تماما يعني. هو يمكن كمان اللي الزمالك بيدور على حسابات فيها لانه بيبحث عن المركز الثاني. صح. فمع المنافسه اللي موجوده من بيراميدز ومن مقاولين، فالزمالك هو اللي بيبحث عن حسابات الدوري لانه اكيد هيبقى مضغوط. تمام. هيبقى اكيد هيلعب على المكسب، اكيد هيبقى عنده مساحات. ونقطه ثانيه ونقطه مهمه كمان جدا يا اسامه، الظروف والاحداث الاخيره في النادي الاهلي. فمباراه النهارده بالنسبه لنا يعني اتمنى برضو ان اللعيبه تبقى مقدره الكلام ده كله. انت بتوصل رساله ان النادي الاهلي ما بيقفش على اسم، ما بيقفش على لعيب، ما بيقفش على مين، احنا كفريق كمجموعه بس. وانا اخد من كلامك يا كابتن وائل اهميه هذه المباراه للفتره اللي جايه. انا كنت بسال الكابتن هشام عن وسط الملعب واهميته في هذه المباراه، عايز منك بقى نصيحه بقى لمدافعي النادي الاهلي النهارده موجود في القائمه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، كمان الباكين علي معلول ومحمود وحيد واحمد فتحي ومحمد هاني. يعني النصيحه يا اسامه مش للدفاع بس، النصيحه لكل الفريق. المباراه دي بتتلعب على تفاصيل صغيره. على كوره ثابته، على فاول، على لاعب مش مركز في تغطيه. فهي نصيحه جماعيه، لمهاجم حتى ان انت تستغل كل فرصه بتتاح ليك. فالنصيحه المفروض دايما الفرق الجماعيه بتلعب
بالاسلوب الجماعي ده وبالفكر الجماعي يا اسامه. طبيعي ان انت بتلعب مباراه ديربي وفيها منافسه قويه هتلاقي اللعيبه مركزه، انما التركيز الجماعي ده بيتطلب يعني حاجات كتير جدا، اهمها الاستقرار طبعا الفني اللي في الفريق وثبات التشكيل والامور دي كلها، ودي موجوده في النادي الاهلي. يعني هو في افضل من ان انت تبقى متصدر الدوري بفارق ما يقرب من 20 نقطه يا اسامه؟ فكل دي عندك اريحيه كبيره ان شاء الله. طبعا فيعني اخيرا يا كابتن وائل، هل ممكن الاصابات الغيابات النهارده حسين الشحات، اصابه محمود متولي، ايقاف كهربا، في اصابات قبل كده، هل ممكن تؤثر على فريق النادي الاهلي النهارده في القمه 120؟ بص يعني انا اشوف ان احنا مرتاحين يعني، وانت مين اللي هيلعب مكان المصابين دول؟ ما هم لعيبه كويسه اكيد طبعا، لعيبه مهمه واساسيه كمان، ووجودهم في النادي الاهلي يقول ان هم لعيبه كويسه، مش يعني ما فيش حد بيلعب في النادي الاهلي مجامله يا اسامه او انه ملوش دور او كده، فاهم؟ تمام. فوجودهم في النادي الاهلي يعني ان هم لعيبه كويسه وحصلوا على الفرصه وجات لهم الفرصه ان هم يثبتوا ان هم لعيبه كويسه. روحهم في المباراه النهارده وادائهم وفتاليتهم في الملعب تمام، كل دي لازم نشوفها النهارده عشان تاكد جداره ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن وائل جمعه نجم النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. نروح لفاصل وبعد الفاصل استكمل الحوار مع ضيفي نجم النادي الاهلي كابتن هشام حنفي. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن هشام، عايز اكلمك برضو عن مواجهات الاطراف النهارده، يعني مواجهات مهمه، علي معلول ومحمود وحيد ناحيه الشمال، وفي الناحيه اليمين محمد هاني واحمد فتحي. شايف يعني مواجهه الاطراف ازاي، خاصه ان دايما النادي الاهلي بيعتمد على الاطراف بشكل كبير في الناحيه الهجوميه؟ انا اعتقد ان النادي الاهلي قوه طبعا كبيره جدا في الاطراف، يعني من علي معلول او محمد هاني او احمد فتحي، بس انا بقول لك محمد هاني اللي هيبقى موجود ممكن في الجانب الايمن، حاسس ان فتحي هيبقى في نص الملعب يعني، فدي جبهه هتبقى كويسه جدا قويه جدا. علي انا اعتقد ان نادي الزمالك هيوقف له اثنين عشان علي معلول. انا متوقع، لان هو علي مفتاح لعب كبير جدا جدا جدا، بنعتمد عليه بشكل قوي عشان هو كمان في احسن حاله ليه، فعشان كده انت محتاجه دايما في الناحيه الهجوميه، هو بيعرف يعملها بشكل كويس قوي. فانا اعتقد ان الزمالك هيقفل الجبهه دي بشكل قوي عشان هو عارف قيمه فتحي علي معلول في النواحي الهجوميه تحديدا. عشان كده بقول لك الراجل انا متوقع ان ممكن يلعب بثلاثه على اساس ان اللي هيطلع لو عم يطلع علي معلول يبقى في حد من نص الوقت يأمن ظهره بشكل كبير جدا جدا يعني. طيب قول الو كده. الو واحد حبيبك. الو الو مش هيعرفني يا اسامه. مش لا ده عم مصر، ده عم مصر. قالك دلوقتي يا كابتن. لا بس والله عم مصر وليد. حبيبي يا ولش. كابتن وليد صلاح الدين، تحياتي ليك يا كابتن وليد وكابتن هشام حنفي. حبيبي يا كابتن اسامه، تحياتي ليك ومنور البرنامج وموفق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك. تحياتي لحبيبي كابتن هشام حنفي، يعني واحد من احسن اللعيبه اللي لعبت في خط وسط النادي الاهلي ومنتخب مصر. هشام كان مؤثر جدا في مباراه الزمالك. فاكر هشام ماتش فريق النجوم؟ فريق كان لسه بيحكي الواقع دلوقتي، بقول الكره اللي انا عملتها الهدف الثاني، يعني الناس ما تخيلتش ان هشام حنفي اللي عملها. افتكر وليد صلاح الدين. ما انا اللي عاملها لك كمان يا هشام. لا ماشي، انت اللي مرقص ونازل ورحت عاملها لي، بس انا بقول لك ان الخلاصه الناس كلها طبعا دي لعبه وليد صلاح الدين، هو الوحيد اللي يعرف يعمل الحاجات دي مش هشام حنفي، لكن الناس ما كانتش متوقعه. فطبعا وليد كابتن اسامه من اللعيبه طبعا اللي هي في وسط الملعب، ادي له الكوره وانت مرتاح ومغمض عينيك، اعمل كل حاجه في الكوره في اي مكان في الملعب، ادي له الكوره في اي مكان يعني بيعرف يتصرف فيها. امر اللعيبه اللي في وسط الملعب المهاجم بشكل كبير جدا، ومن اللعيبه الكبيره يعني. كابتن وليد، شايف مباراه القمه 120 بين الاهلي والزمالك ازاي النهارده؟ والله المباراة دايما تبقى مباريات القمة مباريات مهمة جدا، مباراة جماهيرية من المقام الأول. حتى لو مش مؤثرة على مسيرة الفريقين في الدوري. حتى لو النادي الأهلي الحمد لله حسم بطولة الدوري بنسبة تتعدى 90%، لكن تبقى مباراة الزمالك جماهيرية من المقام الأول، ليها طابع خاص المرة دي انها كمان قبل مباريات افريقيا. وانت وارد جدا ان شاء الله باذن الله ان الاهلي والزمالك يتقابلوا في النهائي ويبقى على استاد القاهره برضو ان شاء الله. والنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يحسم اللقب ويروح كاس العالم للانديه ان شاء الله. فمباراه مهمه، خصوصا ان اخر مباراه
كانت في السوبر انتهت صحيح بالتعادل، لكن نادي الزمالك حسمها بضربات الجزاء. فبالتالي برضو النادي الاهلي عايز يرجع يكسب في مباريات القمه. مباراه فيها متغيرات كتير، النادي الاهلي غايب عنه عدد من النجوم، لازم اللعيبه اللي موجوده يعني تحط بصمه وتاكد ان النادي الاهلي مهما غاب عنه حد فالنادي الاهلي بمن حضر زي ما بنقول. فمباراة مهمة يعني ليها تأثير طبعا من الجانب الجماهيري تحديدا. تمام كابتن وليد، وانت مالك التوقعات دايما توقعاتك يعني فيها جانب كبير من الصواب، توقعاتك لمباراة اليوم ايه النهاردة؟ بص، مهم جدا جدا ان مستر فايلر يبتدي صح ويغير صح المباراة دي. مباراة 90 دقيقة. تمام. يعني البداية مهمة جدا جدا انه يبتدي بتشكيل صح وانه يبتدي بطريقة صح. مهم جدا ان تغييراته تكون مؤثرة. تمام. لو ده حصل كابتن أسامة أكد لك ان شاء الله ان المباراة يا اما الاهلي هيكسب يا اما تعادل على اقصى تقدير ان شاء الله. ان شاء الله كابتن وليد صلاح الدين نجم النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. كابتن هشام سريعا عشان وقتنا خلاص، حط لي لو انت النهارده ريني فايلر التشكيلة الاساسية اللي تبدا بيها ايه ممكن النهارده؟ يعني محمد الشناوي طبعا في حراسة المرمى، الشناوي محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول. الثلاثه اللي احنا مختلفين انا وانت شويه يعني ديانج والسولية احمد فتحي. انت بتقول احمد فتحي ممكن وممكن لسه مش عارف، انت عايز تشيل احمد فتحي من الباك رايت تحطه في وسط الملعب احتمال يعني. انا ما اعرفش، ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط. ما اعرفش بس يعني، خلي بالك انت عندك حمدي فتحي موجود وبدا ممكن مع كده هو ده يبقى ممكن البديل النقطة. ممكن يبقى البديل. الثلاثه اللي قدام انا شايف ان ممكن يبقى اجايه قفشه، اجايه يلعب على الطرف مش راس حربه، وقفشه وبادجي يبتدي النهارده ممكن بعد يعني لو الراجل غير وعنده خبرات ممكن يبقى وليد سليمان على حساب حد من بادجي ويبقى جاي قدام ويبقى وليد سليمان على الطرف. تفضل يكون وليد سليمان معاك على الدكه ورقه بتلعب بيها في اي وقت، ممكن ينزل يغير لك الشكل ولا تبتدي بيه من بدايه المباراه؟ ابدا بيه، وليد عنده روح واصرار وكابتن وعنده غل في الملعب يعني، ده بيتنقل للعيبه لما يحس ان وليد اللي في السن ده بيعمل كده. اعتقد ان ده بيفرق مع اللعيبه بشكل كبير قوي. اخيرا توقعك ان شاء الله النهارده؟ ان شاء الله ان الاهلي يكسب باذن الله. كابتن هشام شرفتنا ونورتنا. شرفت بيك كابتن اسامه دي، شكرا. يعني وصلنا لنهايه فقره الاهلي ملك القمه، ولكن احنا اثرنا موضوع اتمنى يكون لجنه الخماسيه عندها رد، هقوله تاني واكرره. كابتن شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامه في الاتحاد المصري لكره القدم هو اللي استقبل طاقم التحكيم الكرواتي في مطار القاهره، هو اللي سكنهم في الفندق، هو اللي هيصرف لهم مستحقاتهم الماليه 40,000 دولار من اتحاد الكوره، هو المرافق ليهم طول ما هم موجودين في القاهره. حاج شعبان بسطاوي ابنه الكابتن احمد شعبان هو المترجم الخاص، لكارتيرون. اتمنى تكون الرساله وصلت ويكون في رد من اللجنه الخماسيه على هذا الكلام. طب ده ينفع كده؟ اتمنى احنا خلاص هي دلوقتي بقت عندهم دلوقتي مفعش. اتمنى يكون في رد، ولو ما كانتش المعلومه موجوده كان يعني يتحروا شويه مين اللي يكون موجود علشان يعني خلاص انت يعني منع الحركه كابتن اسامه، خلاص تبعد الكلام منع الحركه، ما كانش هو لازم يستقبل الناس يعني. بكده وصلنا لنهايه فقرتنا الاهلي ملك القمه. وما زالت التغطيه مستمره على شاشه قناه النادي الاهلي. بعد الفاصل في فيلم وثائقي عن اهم صفقه عملها النادي الاهلي في السبعينات، واحد من نجوم النادي الاهلي على مدار تاريخه عم حارس، بعد عم حارس خط احمر وما ادراك ما خط احمر. خليكم على قناه النادي الاهلي النهارده هتلاقوا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.